بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل ايمن جادب. اعزائي المشاهدين متتبعي القنوات بين سبورت، في الوطن العربي الكبير ريال مدريد هل سيحسم اللقب ام لا؟ فرجه ممتعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ريال مدريد يواجه فريق فياريال على نهائي الكاس. هو ليس نهائي الشامبيونز ليج، لكن من هل الريال سيفوز ويرفع الكاس؟ راموس شعللها يا راموس، شعللها يا كارفخال، فرناندي ولوكا مودريتش، وبا كول كسر ماي جوميز، قوة متترقبة، يعني مباراة حسم. هناك على قناة بين سبورت 3 برشلونة أمام أوساسونا. تشكيلة ريال مدريد: حراسة المرمى كورتوا، رباعي خط الدفاع فيران مندي، راموس، فاريان، كارفخال، ثلاثة خط الوسط كاسيميرو، مودريتش، كروس، ثلاثة خط الهجوم كريم، إيدن هازارد، رودريجو. بسم الله. تسخين لريال مدريد: يسخن المرينجي قبل مباراة فياريال. ريال مدريد هل سيفوز؟ شوف بنزيما يسخن ويحط هدف، شوف الكريم، كريم ابن الكريم، بابا بابا با. انه توني كروس والمهارات. هل بالمباراة ستقدر تسوي هذه المهارات وستفوزون يا ريال مدريد؟ هذا هو توني كروس، صاروخية ألمانية، إذا حطك إياها في ريلة اليمنى يعطيك إياها في الزاوية 90، با 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 جول. هل ريال مدريد يتوج باللقب 34؟ المرينج ريال مدريد تحت الضغط، ريال مدريد مباراة قوية ستكون. شوف التدريبات، فيرلان مندي يولع المهارات امام زين الدين زيدان، لكي زيدان يعطي فرصة ان يلعب المباراة، لان تحت الضغط بين مارسيلو وفيرلان مندي، او تحت الضغط بين فيرلان مندي او ناتشو فرنانديز. عندنا الباصات والتيكي تاكا ريال مدريد. هل رام، شوف راموس، با 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 يا مطرقة الريال، 10 اهداف في الريال من راموس، لن يفعلها اي مدافع في الدوري الاسباني. هذا سيرخيو راموس نجم الكرة الاسبانية، صاروخية تولعوا ريال مدريد، ولا زال ريال مدريد يسخنون قبل المباراة.
وهناك عندنا الليو يسخن قبل مباراة أوساسونا. عندنا البرغوث ليو 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 سيد زياد اللاعبين حبيب الملان يعطي شكون تغني في وسط الليمون جول. شوف البرغوث كيف هل ستفوز يا البارسا ويخسر المرينجر ريال مدريد؟ شوف المتعة الأرجنتينية صاروخية. هل هذا سؤال مطروح. ريال مدريد سيتوج في هذه المباراة أم لا؟ عندنا هنا تدريبات اف سي برشلونة قبل مباراة أوساسونا. شوف ليو، شوف البرغوث، شوف متعة العين، عيني عليك يا سيد كل اللاعبين، حبيب الملايين، جوهرة الأرجنتين يا سيد. شوف المتعة، نستمتع واحنا نلاحظ البرغوث. الله عليك من باصات، من هجوم، من ضغط، من تمريرات، من تسديدات، من مراوغات، من كل شيء تفعله يا ليو ميسي. انت كبير في هذا العالم الكبير، وانت كبير في هذه كرة القدم الكبيرة. شوف المتعة. تدريبات وتسخين لفريق أوساسونا يسخن لهذه مباراة تترقب أمام FC بارسلونا. هذا هو أوساسونا، الفريق العريض الكبير الكبير الكبير. طبعا اللي يبي يدري، اذا تبون تعرفون انا شجعي فريق تفوز على تكمنتات احسن لكم فيديو جديد اقول لكم انا شجع. والف مبروك حق الريال.